وصل صوتك. نداء تونس دونك وصل للمرحلة اللي نجمنا نفهم توا الشكل اللي باش تخرج فيه بعد اجتماع يوم السبت وخطاب السيد باجي قايد سبسي والندوة الصحفية. اليوم نجمو نعرفوا برشا تفاصيل وبرشا معلومات على الشكل الجديد اللي باش تخرج فيه. معانا سيد الطيب البكوش، سعداء باستقباله في ميديو شو. سي طيب مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على مبادرة أثارت الجدل قبل وأثناء وبعد معناتها تشكيلها. به اليوم الناس تحكي على خطاب صار تم إعلان فيه معناتها على تشكيل المبادرة. خلينا نقولوا الخطوة الجاية شنو باش تكون معناتها. الخطوة الجاية هي تركيبة الهيئة بعد الهيئة بعد اللجنة المؤقتة تكون الهيئة التأسيسية ومع توزيع المهام وكذلك الشروع في طبعا الانخراطات جمع الانخراطات من مختلف الجهات الجمهورية وتأسيس أيضا المكاتب الجهوية. هذه المرحلة القادمة معناتها باش تكون هناك في كل ولاية تقريبا باش تكون عندكم هكا تجمع ولا ندوة كما اللي صارت يوم السبت ولكن على نطاق أصغر في الولاية. نعم بعد تكوين المكاتب الجهوية بطبيعة حال الفروع اللي هي تكون عندها صلاحية واسعة وتكون عندها نوع من شكل من اللامركزية وتقوم هي بتنظيم الأمور ويقع الانتقال وتقاسم المسؤوليات وتوزيع المسؤوليات أيضا، يعني مش بالضرورة دائما نفس الشخص في كل مكان. يعني الهيئات الجهوية هي اللي باش تقرر الهيئة التأسيسية ولا لا تبدأ الهيئة التأسيسية ومن الهيئة التأسيسية طبعا وثم تتكون وبدون تعيين يعني الناس بصفة ديمقراطية مخاض من طبعا يعني نعرف وإحنا عندنا فكرة لأنه طلبات اللي جات متعددة جدا ولهذا معنا موش مش يكون من الصعب أنه تكون الهيئة التأسيسية باش تكون تقريبا لجنة التفعيل والمتابعة معناتها ولا اختلافات باش تصير في الأسامي هذا سبق الأول يعني هذا لم يقع البت فيه بعد المعرفة على قدر الحاجة أنتم معناتها وسي طيب البكوش اللي باش يكون تقريبا الناس تتحدث في الكواليس لوني نعرف جوابك الناس تتحدث على انت باش كلك منصب قيادي في النداء هذا معناتها عليك اجماع كنا قياديين الهيئه كلها قياديه والعمل هو عمل جماعي وفيه تكامل توزع المسؤوليات هو شيء ثانوي في نظرنا نحب يكون ثم ماهوش المركزيه المفرطه او زعامات إلى آخره فكنا فريق متكامل سيكون مكمل بعض لبعض وهذا هو المهم الصفات تصبح ثانوية في من هذه الناحية واضح لكن لهنا على الحركة في حد ذاتها حركة المؤلفة قلوبهم معناتها ما الذي يجمع بين كل من يريد أن ينضم للحركة هذه أحزاب دستورية تجمعية يسار الوسط مستقلين معناتها إيديولوجيا ما الذي يمكن أن يجمع بينهم معناتها راهو تناقضات كبيرة معناتها حتى فمش كون قال مقسمين إلى إمكانية النهضة نجم معناتها إسلاميين نجم يدخلوا ولا لا بطبيعة الحال مش على الإسلاميين أولا كنا مسلمين ثماش علاش واحد ينسب الإسلام نفسه أو ينسب إلى الإسلام كما لو كان البقية لا ينتسبون الإسلام كنا مسلمين موصي طيب كي واحد يقول ديمقراطي لا يعني أن الأخرين مش ديمقراطيين معناتها يعني القاسم مشترك الآن تعرف من الناحية الإيديولوجية ليس من السهل يعني توا التمييز بين يسار ويمين في كثير من الأحيان تقاربوا يسر وهذا لاحظوه في كثير من البقاع في العالم ثم تطور من الناحية هذه موت الأيديولوجيا معناتها ما نقولش موت لأن الأيديولوجيا موجودة لكن المهم أنه الإنسان ما يكونش مقيد بشكل أنه ينحصر ويسجن في إطار ضيق لازم يكون ثم انفتاح على الواقع أيضا لأن الأيديولوجيا إذا كان لا تراعي الواقع تصبح يعني نظرية لكن الأهم هو ما هي القواسم المشتركة وماذا ننتظر شنو ننتظره وشنو نحبه لتونس اليوم وغدا إذا كان هذا نحدوه ونتفق عليه يولي الأمر سهل وما عادش يهم ينتمي فين يمين يسار وسط الأخير هو في الغالب
حول الوسط الحال ما يبعدش مثلا ما نتصورش الأطراف البعيدة جدا ينسبها أنها تتموقع في هالإطار هذا، لأن الأطراف المفرطة عادة تتباعد شوية، وأقصى اليمين وأقصى اليسار ساعات يتلقاو، إذا كان أفرطوا في اليمين وأفرطوا في اليسار يوليوا يتلقاو في آخر المطاف. إذن المهم ماذا ننتظر؟ أي نظام نريد؟ هل نريد خلافة أم نظام جمهوري؟ إذن لا يمكن الالتقاء إذا كان واحد نظامه هو خلافة ولا نعرف شنية الخلافة هذه الساعة أي منهم، فهمتي؟ الخلافات التي وجدت عديدة. أنت تحكي على حزب التحرير بالنسبة؟ لا نحكي حتى على حزب معين، نحكي يدعو إلى الخلافة معناها ما هوش موافق على النظام الجمهوري. هناك إسلاميين يدعون نظام برلماني موجود اللي هو معناتها فلا هذا ايش حبيت نقول، كونه إذا اتفقنا على أنه نظام جمهوري مدني حديث مش تعقو، ما ينجمش يكون جمهوري وقرون وسطى، هو كانت وجدت هي جمهورية في القديم، لكن الجمهوريات في القديم في إطار قديم زاد، ما كانش لكامل الشعب، كانت لنخبة ولخاصة، ما ندخلوش في الجزئية هذه. المهم أن يكون نظام جمهوري مدني ديمقراطي يقع فيه تداول سلمي على الحكم فعلا بدون عنف، ما ثماش حتى عنف، كل من يمارس العنف ما ينجمش يلقى روحه في نفس المكان، مش ممكن، هذا بالعكس يلزم مقاومته. إذا كان إنسان يتصور أن العمل السياسي هو عمل يقوم على العنف، هذا يرجعنا للعهود الغابرة اللي كانت يعني الغلبة للقوة وللعصبية، هذا كان موجود في القرون الوسطى وفي العصور القديمة، والقبيلة الأقوى تغزو القبيلة الأخرى وتتحدث على الغنائم، واليوم نسمعها في الغزوة وغنيمة وغنائم، يعني حقيقة يعني هذا مش ممكن باش يلقى مكانه في الشيء اللي ندعوه في نداء تونس. فنداء تونس هو تونس تنادي أبناها للتوافق للتوحد حول ما يجب القيام به مشترك للنهوض بتونس وإنقاذها أيضا من المخاطر. ما معنى معاضدة وليست معارضة؟ معناتها باش تكون معناتها لطيفة مع الحكومة معناتها؟ لا علاش مفهوم المعارضة الآن مفهوم مغلوط، ونسمع كثير حديث عن معارضة، شخصيا اعتبره مفهوم مغلوط في فترة انتقالية. لا معنى المعارضة، يوجد ناس اختاروا باش يكونوا في الحكم، شيء يتفقوا باش يكونوا في الحكم، وناس قاعدوا خارج هذا. هل هذا هو الحل الأمثل؟ هذا حل أنا نعتبره مغلوط. لماذا؟ على خطر في فترة انتقالية لا تنجح فترة انتقالية مطلقا بالغلبة، تنجح بالتوافق، ونجاح الفترة الانتقالية الأولى كان بالتوافق، والآن التوافق مفقود، لأنه الحديث أو الخطاب اللي نسموه أكثر هو أغلبية وأقلية، صفر فاصل، أغلبية في الحكم، أغلبية في وأقلية في المعارضة، هذه مفاهيم لا تنطبق على ما تقتضيه مرحلة انتقالية. وهو المعارضة كانت أول من بدأ بكلمة اخترنا دور المعارضة، هو خطأ، أنا أعتبره خطأ من المعارضة أيضا، لأنه تدقيق المفاهيم هنا عنده قيمة كبيرة، لأنه يحدد نوعية العلاقات. وهذا علاش كلمة معارضة انشأنا كمفهوم عنده علاقة مباشرة بمفهوم الوفاق والتوافق. نعم، لأنه الظروف الصعبة اللي تمر به البلاد، لأنه ماش لعب معناها ثورة، وكيفاش تنقذ الدولة، لأنه الدولة لازم تكون موجودة، ألا ما يؤمنش بالدولة ما نجمش يبني، لا تنجم تبني إلا بأنك يكون عندك وعي بأهمية الدولة، ويلزم تبني الدولة، تعيد البناء إذا اقتضى الأمر، لكن الدولة موجودة، وإذا كان استمرت الأمور وما دخلتش في فوضى، فلأنه ثم هياكل دولة ولو منقوصة ولو فيها عيوب، ولو ثم في إدارة ضعف، ولكن هيك ثم إدارة تواصلت العمل. فبالتوافق توجدت أيضا سلطة انتقالية،
هذا بكله مكن من انه الدوله تتواصل. هو لهنا نستحكي صحافه بعض الصحافه شرعيه الاداء والتوافق الى جانب شرعيه الانتخابات، قالها سيد بيجي قايد سبسي كيف يقول هذا وهو صاحب القوله الشهيره انا نحكم وحدي في احدى خطاباته وقتها كان شاد الحكم. ما قالش بالضبط نحكم وحدي، لا هو ما كانش يحكم وحده في الواقع ايضا، يقصد ما انا ما سمعتوش يستعمل هالعباره الحقيقه، سمعته يقول كونه ما يحكم معايا حد، خاصه قال مش كل قرار يلزمني لما اشتري واحد ونبدا نشاور معه. ايوه مش كل قرار، يعني القرار اللي هو من صلاحيات الوزير الاول شخصيا، فبطبيعه الحال هو اللي يتحمل مسؤوليته كيف ياخذه، لكن هذا ما يتنافاش مع انه يتشاور قبل اتخاذ القرار. والمسؤول الاول ياخذ آراء مختلفة يتشاور ثم يحسم، فيلقى آراء مختلفة يتحمل هو مسؤولية الاختيار قرار، لكن ما ينجمش إنسان يقول له لا يلزم نشاركك فيه بالسيف. سي طيب كوش فهمنا ما الذي لا ينطبق على الحكومة الحالية الوزير الأول الحالي، معناتها أنه في الأخر لازم ياخذ قرار واحد، وما الفرق معناتها في الحالة هذه؟ معناتها في الحالة الراهنة هو أنه أعتقد أنه ثم حزب مهيمن وربما هو اللي سير في القرارات، يعني تتخذ القرارات في صلب حزب أكثر ما تتخذ في صلب حكومة. هذا ما يبدو من كثير من المؤشرات. هذا فيه عيوبه ومخاطره أيضا، لأنه نجم يرجع ما كان موجود قبل، يعني يعيد إنتاج تداخل الدولة والحزب الحاكم المهيمن، وهذا من مخاطر اللي عرفناها ووصلتنا إلى ما وصلتنا له. ولهذا احنا ندعو إلى ضرورة الفصل بين هياكل الدولة وهياكل حزب الحكم. لهنا الناس قالوا المعارضة أحيانا كما يقول الفرنساوي ملكيين أكثر من الملك، معناتها المؤتمر والتكتل يقولوا لا معناتها عنا دورنا ونشاهموا عنا أراءنا، والمعارضة تقول لا راهم وجودهم سوري. من نصدق هنا معناتها؟ نشوف الواقع، نشوف القرارات، ما نحكموش على النوايا. مو الكواليس لا نعرفها معناتها سي طيب. لا واضح واضح من اولا كيفاش نقولوا هذا، وقت اللي نشوفوا ثلاثة رؤساء كل واحد يصرح على نقطة تصريح مناقض للآخر، هذا شيء ملموس نشوفه فيه. كذلك كانوا يجتمعوا ثلاثة رؤساء، مثال تسليم البغدادي المحمودي مثلا وغيره وغيره، مش كان في هذا فقط، في الموقف من العنف إلى آخره، في مستوى القول على الأقل، لكن في مستوى القرارات ما نشقى نشوفه في قرارات اللي توضع حد نهائي. اتخذت أخيرا بعض القرارات، نرجو أن تتواصل، نرجو أن تتواصل، مثلا قرار وزير الداخلية اللي تقصد مثلا نعم، لكن هذا يزمه يتجسم، ومش معقول باش ناس تنادي بالقتل وتنادي بالعنف وترد العنف ايديولوجيا يعني بيتم على الكلمة، ويناديوا بالقتل ثم ما يقعش معناها محاسبتهم على هذا، وقلت له هو يدخل تحت طائلة القانون، او انه حتى يقع ايقاف شخص يتحال على العدالة يقع اطلاق سراحه، او يتحكم عليه بحاجة فارغة باربع دينارات ونصف، معناها كما واحد يحرق فيلا ولا مسكن تاع شخص ويمكن باش كان يقتل ارواح في وسطه ونحكم عليه باربع دينارات وخمسمائة، معناها هذا من غرائب الدهر يعني، ولا هي لا يمكن قبولها. معناتها لهنا هل القضاء لازم معناتها شكون يحكم فيه ولا كيفاش؟ لا القضاء لازم يكون مستقل، ولكن عنده شروطه، انه لا انا ما نتصورش القاضي اللي يحكم في حاجه كده هذه انه مستقل. اذا ثم ايضا اصلاح المنظومه القضائيه، واصلاح المنظومه القضائيه مش بتطريد واش 80 بقرار فوقي، لا يكون بطرق اخرى، طرق اولا الا تكرس شيئا فشيئا استقلال القضاء، وانه يوجد الهيكل اللي فيه القضاة النزهاء وهم موجودين. نجموش نقولوا القضاء فاسد كله، القضاة النزهاء الا يتكون منهم هيكل اللي هو يشرف على اصلاح القضاء بطبيعة الحال، وبشوية بشوية المسألة ما رايماش بين عشية وضحاها. واليوم شي يبدأ الاستماع للقضاة الذين تم تجميدهم، معناتها لا تعتبروا سي طيب بكوش كافي معناتها كضمانة، خاصة انه في الحكومة الفرطة تم تجميد 6 قضاة، معناتها 66، المهم طريقة هي بيدها معناتها. التجميد لا يكون بقرار إداري، بقرار وزاري، لابد من ان يوجد هيكل مستقل
فيه قضاة نزهة من مستوى رفيع وهما اللي يتولوا أيضا النظر والاستماع والحكم. واضح. اليوم الصحافة جريدة لابريس مثلا كتبت السبسي السيد باجي قائد السبسي هل عنده إمكانيات لتحقيق طموحاته؟ لهنا سؤال اللي معناتها قالوا رمزين معناتها سيد باجي قائد سبسي مثل ممكن توجه البرشا ناس معناتها عقدين فيه النوار، ولكن من ناحية الميدان من ناحية الشعبية من ناحية معناتها تحويلها إلى حزب أو حركة هل لديه الإمكانيات ولا لا؟ أولا كيف ننظر الماضي الأستاذ باجي قائد سبسي والنوع المسؤوليات اللي قام بها وكذلك تسير للحكومة الانتقالية السابقة، فأعتقد أنه في شخص أولا توجد مواصفات الضرورية لذلك، ثانيا هو ما يعملش وحده، يعمل مع فريق ومع ناس ويتشاور وليس عمل فردي. لهذا ما نجموش يقولوا عنده ما عندوش، خاطر الإنسان ما نقيموش شخص كمعزول عن المناخ، عنده المؤهلات وعنده يعني مفهوم الدولة اللي يمكنه من أن يقوم بما تقتضيه يقتضيه مفهوم الدولة، هذا متوفر فيه بدون أدري. الآن هل المقصود بذلك أنه سيعوض؟ لا، ليس هذا هو القصد. المقصود ليس معناه هو نداء لمن في الحكم لإزاحتهم وتعويضهم بناس آخرين، ليس هذا المقصود، ولا أيضا للمشاركة في ذلك، بل هو لي نداء لفتح الموجودين في السلطة من واجبهم فتح حوار وطني شامل والتخلي نهائيا على منطق أغلبية وأقلية وصفر واحد، وتونس تحتاج اليوم إلى حوار وطني شامل اللي يضبط خطة عمل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي أسرع وقت للخروج من عنق الزجاجة ولخروج من المأزق الموجود الآن، والمأزق موجود الآن سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، هذا يتطلب جهود الجميع وتجند الجميع. فالنداء نداء تونس يندرج في هذا، ليس فيه إطلاقا فكرة أنه تعويض من يوجد، ليس هذا، وليس عداء لأي أحد بما في ذلك الحزب المهيمن أبدا، ما هو موجود، لكن لابد من التحاور بين الجميع. تونس تتطلب اليوم عملية إنقاذ، الإنقاذ ثم حتى حزب وحتى طرف ما نجم يقوم به وحده، تتطلب تضافر جهود الجميع. هو معناتها حتى حزب ما نجم يقوم بالإنقاذ، ولكن كلمة إنقاذ مختلف عليها، فما شكون يقول اللي مرحلة طبيعية وهذه بداية الإصلاح ولا تحتاج البلاد إلى إنقاذ. لا، لأنه كيف ننظر هل هذه كيفاش بداية الإصلاح؟ البداية بدأت من المرحلة الانتقالية الأولى، هاي حققت الأهداف نتاعها، بداية إصلاح شرعية من. وحتى معنى مفهوم الشرعية أنا شرعية، الشرعية التوافقية تبقى هي الأساس في كل فترة انتقالية ولو كانت فيها شرعية انتخابية، ثم تكامل بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية في فترة انتقالية. واضح. واضح. ممكن اللي يلوموا على نداء تونس شخصنا معناتها انها مرتكزة اكثر من اللازم على شخصية سيد باجي قائد سبسي اللي معناتها صارت خلافات في الفترة الاخيرة على ترأسه للحزب هذا واللي نجم يقتل الرمزية متاعه، معناتها باعتبار انه برشا احزاب حبت معناتها يكون وجوده رمزي باش تنضم لنداء تونس، ملي هو باش يكون معناتها في رئيس الحزب انسحب الكثير حسب ما يدور في الكواليس. أولا لم يقع الإعلان على أي مسؤولية إلى حد الآن. هذا موضوع حوار ونقاش أولا داخلي، ثانيا مع الأطراف الأخرى والأحزاب وغيرها. نحكيو بالتسريبات احنا. التسريبات نعرف التسريبات فيها وفيها. لا داخلية معناتها استقالة سيد عمر أصحابه مثلا لي سببها كان واضح. على كل هو حر أستاذ عمر أصحابه. لا احنا هو استقالته لا نتحدث عليه، ولكن أنه بسبب قرار سيد باجي قائد سبسي ترأس. أنا كنت نفضل أنه صديقنا سي عمر صحابه يطرح الموضوع داخليا اللجنة ونتناقش فيه، لأنه الموضوع لم يطرح، موضوع المسؤوليات لم نناقش، فلهذا استغربت أنا تفاجأت يعني لم يطرح القرار لم يتخذ بعد لم يتخذ بعد، فهذا ما زال فيه
التشاور ما هي الهيكلة وما هو التصور الهيكلة اللي نحبوها تختلف على الهيكلة التقليدية الكلاسيكية في جميع الأحزاب. معناتها الناس يقولوا البناء العمودي المبني على الأشخاص قد يضر معناتها بالحزب، يضر لازم بناء أفقي، نعم. برامج معناتها وهو كذلك، يعني فيه هذا وذاك واضح.